إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا التجربة الحصري من حي ألتو راديو بمدينة العرائش. السكينة ديال ألتو راديو تعاني التهميش والإخصاء من طرف الجهات المسؤولة المدينة. للأسف حي الإنبعاث أو حي ألتو راديو فعرف مجموعة ديال الإصلاحات في الحي، إلا هذا الحي هذا للأسف متتبعين الأوفياء راه اسمحوا فيه ما صلحوش حتى الطاكسي ساكنة مع سواء مع الطاكسي ولا مع الإسعاف ما كتبغيش أنها تدخل لهنايا. هاد الناس هادو ما كيطالبوا حتى حاجة، كيطالبوا بأن الحي يتصلح لهم ويتقاد لهم في ظل غياب الجهات المسؤولة. لحسب صرحات ديالهم قالوا بأنهم رسلوا يومي رسلوا، ولكن للأسف أملهم الوحيد والكبير في عامل الإقليم العرائش باش يتدخل من أجل إنقاذهم من هذا التهميش والإقصاء اللي كيعاني منه من طرف المجلس البلدي والجهات المختصة. إذا أنا متابعين الأوفياء غادي ناخذ تصريحات، قبل ما ناخذ تصريحات كنتمنى من المتتبعين الأوفياء لقناة شوف تي في أنهم يبارطاجيو اللايف باش يوصل للجهات المسؤولة. هاد الناس هادو ما كيطلبوا حتى حاجة، كيطلبوا غير باش يصلحوا لهم الحي ديالهم، يكون الحي اللي هو راقي، حي مزفت أو مقصص كما كنقولوا دائما بالدارجة ديالنا، حي فيه الحدائق، حي في متناول ديال الساكنة فيقدروا يخرجوا وليداتهم ويدخلوهم. اذا غادي ناخذ تصريحات ديال الساكنه اللي غادي يهضروا لنا على المعاناه اليوميه ديالهم. انتم كما كتشوفوا متابعي الاوفياء لقناه شوف تي في الطريق كيفاش عامله. للاسف راه حتى السياره العاديه يكون مشير تاكسي ولا الاسعاف ولا السياره العاديه ما تقدرش تود من هنا. اذا غادي ناخذ تصريحات ديال الساكنه حول اشكاليه اقصاء الحي وانهم قدام هنا بالحي. تفضل اخي. السلام عليكم، كنشكروا شوف تي في اللي داتنا هاد التلفازه في الحي هذا. هذا نداء للسيد العامل يشوف لنا هاد الحال هذا ديال هاد الطريق هذه، لان حنايا فواحد الحاله كارثيه، لا في الصيف كارثه ولا في الشتاء كارثه، مع العز كاينه في العرايش كامله. وهنا في هاد الحومه ألتو راديو جاو حدو من الفوقي وخلونا حنا هنا كيف ما كتشوف، لا طوموبيل لا اسعاف لا طاكسي حتى حاجه ما كتدخل، لا ري صغار لا مرات شي واحد كنديرو ندخلوه لا ما شي واحد كنديرو نخرجوه. هادشي راه بزاف، راه حنا هنا منعانيو في الصيف القوارض، حياي فيران الشال ما كيدخل علينا الغيس، راه شي بزاف. راه حنا المغرب في 2020 هادي، حنا نبقاو هكا لا طريق لا الحق ديالنا اللي هو شي حاجه اللي هي حق علينا ما عندناش اللي هي الطريق. هادشي راه بزاف، هنا منهولو العمالات حق على الدراسه، باقي ما خرجتش الدراسه، كون عملوا الدراسه ديال مترو ان فقط راه خرجت. هادشي راه بزاف، هادشي راه بزاف، خاصنا الطريق باش على الاقل عاد ندوزو. ما كنطالبو حتى شي حاجه اخرى، حنا كنطالبو غير الطريق.
ما خصنا والو. هادشي اللي كتشوف هنا كامل دايروا غير السكينه. غاتسكن برونا راه كانت حفره. واش عباد الله دابا نتايا من هاد المرض كدير تخرجوه؟ مات كدير تخرجوه؟ عواول صغارين دراري من المدرسه في الصباح كارثه. هادشي راه بزاف. الله يرحمكم والدينا مسؤولين كاملين في مدينه العرائش. الله يرحم والدينا. شوفوا لنا من هاد الحومه هادي وشوفوا لنا من هاد الناس هادو، لان الناس هنايا راه مكرفصه مهمشه محسوبات. الاشغال جات راس الدرب ووقفت. وهاد الناس ني زعما حنا ما محسوبينش، ما يمكنش شي راه بزاف. فلهذا الله يرحمكم والدينا مسؤولين. السيد العامل الله يعزك الله يرحم الوالدين. لما شفنا من هاد الحياه راه حنا بزاف، راه حنا طيبنا. لا ناس كبار ولا صغار ولا شياخ ولا هادي ولا داري صغار، كلشي مكرفص كما كتشوف. سكومبرو ولا الحي تقريبا نتوما مسالو نتوما ساكنين هنا. الحي تقريبا راه عنده 20 عام وصاف. راه بزاف هادشي هذا. احياء عاد ولات جديده في عريش، مريقله كامله، معدله كامله، قدرون كامله، كلشي. وهاد الحي ما عرفناش علاش. فلهذا هذا نداء السيد العامل مدينه العرائش الله يرحم لك الوالدين. لما شفنا من هاد الحي راه حنا كنعانيو كنعانيو بشده كما قولوا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اذا كما سمعتم متابعينا ديال الساكنه ديال التو راديو، التو راديو تقريبا كاين اللي صلحوا فيه وكاين اللي للاسف ما صلحوش فيه. اذا كنتمناو من المتتبعين الاوفياء لقناه شوف تي في انهم يبارطاجيو اللايف باش يوصل الجهات المسؤوله. اذا غادي نديرو جوله بالحي ثم كما كتشوفوا البنيه التحتيه ديال الحي للاسف متبعين الاوفياء فهي كارثيه بكل المقاييس، مع العلم بان حي او هذا الحي هذا معروف من زمان، وتقريبا على حسب القول ديالهم فهو هما ساكنين هنا تقريبا مده ديال 20 سنه. صدار انا ديك النهيره تي مرضت هنايا طيحت. السلام عليكم. انا مرضت هنايا طيحت والله العظيم. الى ولدي هزني كنعيط للطاكسي ما كيبغيش يدخل هنايا، وهزني من هنا في ظهري في ظهره حتى وصلني الفوق. ما وصلت الفوق عرفتي حتى ولدي مرض في السبابي في اجلي انا حتى هو عاوتاني مسكين ما بقاش يبقاو عاد عندنا الزبل وعاد الزبولات وهادي كتشوفوا الزبل. عندنا العيال الصغارين كيجينا الناموس ما الحاله كريهه كلشي كيجينا هنايا. لا حديث كيهود عندنا. بالنسبه للسخره كنتكرفصوا فيها حتى البوطايه الاخرى لا عمرناها من الحانوت كنتكرفصوا فيها. يعني خصك تخلص عليها الثمن من الحانوت وتشوف شكون اللي هبط لك منها. هادشي حنا كنعانيو منه بزاف. هادشي هذا زعما هادشي راه مضرر لينا للصحه ديالنا لوليداتنا نكرش يعني الطريحه الازبال الريحه اي حاجه مضرين فيها هنايا في الصحه ديالنا اي حاجه. دابا هما صلحوا التو راديو الفوقاني والتحتاني خلاوه خلاوه عاد لي درجه داروا لينا دار بداروا حيدوا وداو لنا لاكارطه ديالنا والنوامر ديالنا وما وصلوش الاصلاح ديالنا لهنا. ما عرفناش علاش ما خلينا فين مشينا معاهم حتى حنايا اي بلاصه مشينا معاهم فيها. وكثريه فيك الصيفيه كنكونوا معذبين في الشتاء معذبين. انا مكرفسن بزاف مكرفسن. هذه الحومه كامله كتعاني من هنا. دابا انتم شنو اللي كطالبوا؟ كنطالبوا الطريق الشارع الدروبه كيتعدلوا لنا الزناقي ديالنا والازبال ما بقاش يطر منا. هنا هنايا هنا اللي كنسيبوا هنايا على حساب الناموس والدبان حنا بوليداتنا والكاميون لا كاميون لا موتور لا كاميون لا حتى شي حاجه. حنا بوليداتنا وكنسيبوا الزبل هنايا والناموس وكنكونوا طالعين الخدمه ما كنلقاوش هنا الشارع ما كنلقاوش هنا حنا نعودو حتى للشارع. راه بزاف علينا هادشي هذا ولا تسخرنا ما كنلقاش اللي هبطنا هنايا. خصك تسخري تلحق الشارع وشوف يجي واحد عيط راه يجي واحد اللي يجي يهز معاك اللي يجي يهز معاك. حنا ما قدرناش هادشي عينا صابعينا صابرين ولكن هادشي الغالب الله عينا ما نهضرو معاه بزاف هادشي بزاف الله يرحمهم وزيدي نجمع الوالدين لا ما داروا حتى شي حاجه ما داروا معنا حتى شي حاجه. شحال تقريبا نتوما ساكنين هنايا؟ شحال تقريبا نتوما ساكنين هنايا؟ تقريبا
عندنا حنايا راه اكثر من 10 ايام حنا ساكنين هنا. صافي هاكا نجي هادشي اللي كاين حتى شي حاجه كلشي هنا مكرفص حتى انا مشينا وحنا جبنا والو ما كاين حتى شي حاجه هكا خصك لا 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 ما هذا صافي هضرت هي مرا صافي هضرنا هذا بقى حنا نسجلوا نهضروا انا برجع عاجبنا بين كلشي قال داير انتوا هكايا حتى واحد بغى يبقى ضغط عليهم دار الدار ولا اما نخرجوا كاملين اما نجلسوا كاملين حتى واحد ما كيبغي يخرج مي كيرميو الزبل كيبان كاملين انا يهضروا شي وحده كنطلبوا الكاميون تبقى تقول لي اذهب انا البارح هاد ولدينا تهرس من برشا الله غير جيت هزو الله يرحمكم الوالد شفتي لابيلاس ما جاتش تهرست العين ما عرفتش كي ندير نطلعو حنا الطوموبيلات اللي مرض ما يجبروك باش نديرو اللي شي واحد يمرض ما يجبرك يدير لي الموت الموت بقى انا كنطلعو في الموت باش نطلعوها الفوق ما كايناش باش نطلعو هادشي بزاف هادشي هذا معاناة شديدة كيعانيو للأسف المتابعين الأوفياء الساكنة ديال الحي ديال الألتو راديو مع الجهات المسؤولة والتهميش اللي كيعانيو من طرف الجهات. الناس كيطالبوا فقط إصلاح الحي، الناس متضررين ما كيطالبوا والو، كيطالبوا من حقهم العيش الكريم وفي إصلاح الشوارع والأصدقاء اللي كيتواجدوا بحي. تهضر مزيان. السلام عليكم، حنا انا واحد الطفل من سكنه الحي، حنا تنعانيو بزاف من الطريقه ديال في الصيفيه لا في الشتاء، خاصه في الشتاء تكون مجموعه من الحفار والطريقه حتى حنا تبغي يهود عندنا الا بغينا نطلعوا او صح الصديق ديالك ما رتح حنا تهرس مجبر لابيلات ما قدرتش تهز. وفي رمضان تنذكر واحد المعاناه يعني في رمضان المبارك اللي فات كنبقات لي واحد التراكليز في جوج ديال الطلعت على رجلي من التسبيطه حتى حاجه ما جات هزتنا من هنا وشحال من حيوانات هنايا تيجوا عندنا هنايا في الصيفيه. وانا تشكر السيد العامل ومالك محمد من جميع الجهات المختصه بجيت عندنا الطريقه هذه. شكرا. لان كما سمعتوا جل الشرائح ديال المجتمع في حي الألتو راديو الانبيات، حي الألتو راديو بالمدينه ديال العراش كيطالبوا باش يصلحوا هذا الحي ديالهم للاسف المتابعين الاوفياء. اذا شكرا للمتابعين الاوفياء لقناه شوف تي في، كنتمنى انكم ان الرساله تكون وصلت للجهات المسؤوله وكنتمنى منكم تبارطاجيو اللايف باش يوصل للجهات المسؤوله، لان الناس كتعاني هنا بشده من الحفر ومن العقارب. إذن لا زلنا بحي الألتو راديو بالمبيعات الساكنة باقين كيطالبوا في المطالب ديالهم في الحق في العيش الكريم. الناس ما كيطالبوا بوالو، كيطالبوا غير أن الحي يتصلح لهم. إذا شكرا للمتتبعين الأوفياء لقناة شوف تي في، كنتمنى أننا نتلاقاو فيكم موعد لاحق إن شاء الله.